السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نأخذكم على محل الذهب ونشوف الأسعار هنا في بريطانيا. تمام، راح نشوف كيف راح نشتري ذهب هنا في بريطانيا وكيف راح نبيع ذهب هنا في بريطانيا. أنا بصراحة بعطيك إياها من بداية الفيديو، أنا برأيي لا تبيع ولا تشتري ذهب هنا في بريطانيا. أقول حال إذا أنت مهتم لتعرف التفاصيل تابعنا للنهاية لتعرف كل شيء. أنا طاهر زير وهذه قناتي على اليوتيوب. أول شيء بدي أروح هلا أنا أدح دانات بنتي وبعدين إن شاء الله راح أسأله. خلينا ندح هلا دانات بنتي. بسم الله. Hello, baby. What is your name? No one moving, baby. فأغلب الناس اللي بتشتغل هنا في محلات الذهب أو عند أصحاب محلات الذهب اللي بيبيعوا عيار 22 هن باكستانيين وهنود، يعني مسلمين. فخليني هلا أسألهم عن الزكاة لأن هن راح يعرفوا يحسبوها صح، زكاة المال اللي عندي. وهلا خلينا ندخل بالمهم ونسأله كيف نشتري ذهب هنا في بريطانيا. بسم الله تعال. Most important thing here, so when you're buying gold in UK. When you're buying gold in the UK, and this is gold jewelry. So what you pay for is first of all the price of the gold. So the price of gold could be 45 pound a gram, it could be 46, whatever it is. So this, for example, say if the price of the gold is today it's 45 pound a gram. 45. Okay. And then depending on specific items, some items have a higher making charge, some items have a lower. But if I go to you like middle ground, not too high, not too low. So 45 pound is the gold. You then charge something which is called a waste metal charge. Now that normally is around about 10%. So that's £4.50. And then on top of that, labor charge, for some items it could be £6 a gram, some items could be £10 a gram, some items which are very small, very labor intensive, might be £20 a gram. So normally it's around about, say, £10 a gram. Hello? That's your labor. Why? When you add all of this together, it will give you something around about £59.50 and then 20% VAT. When you add all of this together. But this is just to give you an idea. Yeah, to give me an idea. It's not exactly what we were charged. Once you've chosen something, we can then work with you and say, look, this is the labor charge. £6 a gram, I'll give you for four. If it's sometimes labor charges £10 a gram, we'll give you for six. The gold price is the gold price, the VAT is the VAT. With the making charge, we can come and go. So VAT, VAT is 20%. That goes to the government. This goes to the government, yeah. We can't change that. That's got to be there. شايف يا صديقي 20% للحكومة على كل جرام ذهب تشتريه، 20% للحكومة. مو بس كمان 20% للحكومة، نحن في بلادنا بنعرف انه اذا واحد يشتري ذهب بده يدفع العموليه او الصياغه، نحن بسوريا بنسميها صياغه، بغير البلدان بسموها عموليه الذهب او مصنعيه الذهب. مصنعيه الذهب يا اما بتكون دولارين، 3 دولارات، 4 دولارات بالكثير، بس هنا عندك بدك تحكي من 6 باوند وفوق، 6 باوند، 7 باوند، 8 باوند، 9 باوند، 10 باوند، فهمت علي كيف؟ لانه العموليه او صناعية الذهب او صياغة الذهب بتنقسم الى قسمين، قسم الويست شارج
يعني هدول مثلا هني عم بيصنعوا الذهب، مو بيكون مثلا بعض الذهب الصغيره هيك تطايرت وكذا وكذا يعني ضيعوهم، هذه بسموها ويست شارج، يعني خسرنا في الذهبات روحنا هون، يعني كم خسرنا في الذهبات، هذا الويست شارج هو الذهبات الصغيره يلي تطايرت البرادي اللي احنا بنسميها، هذا بياخذوا عليه 10% تقريبا، يعني مثلا خلينا نقول هلا سعر الذهب 45 يعني 4.5 تمام. بعدين هلا بياخذوا المصنعيه، المصنعيه قديش؟ يا اما 10% يا اما 7% يا اما 5% حسب نوع الذهب او حسب شغل الذهب يلي عم يصنعوه، يعني المجموع من 10 ل 15% هذا بسموه نحن الكامل المصنعيه، زائد فوق ال 15% هذا المصنعيه او الصياغه 20% للحكومه. يعني انت قبل ما تشتري الذهب جرام واحد ذهب، قبل ما تفكر تشتري جرام ذهب هنا في بريطانيا جرام واحد، احسب حسابك راح تدفع 35% هذا فوق سعر الذهب، يعني سعر الذهب 45 الجرام هلا ب 45، بعدين تدفع مصنعي 15% يعني شغله خلينا نقول 7 8 باوند تمام، وبعدين تدفع 20% للحكومه للدوله ضريبه اللي انت بتشتري ذهب. انا ما بعرف شلون يعني هلا هنا صفت الضريبه ما صفت 20% على فكره، نحن بعد نحن بنقول هنا في بريطانيا الضرائب 20%، لا ما صفت 20%، ليش؟ لان انت اخذت الراتب، انا مثلا راتبي خلينا نقول 100 باوند اخذوا منه 20% ضلوا 80، بدي هاي ال 80 بدي روح اشتري فيها بدي يرجع ياخذوا منها 20% في اي تي فات، اخذوا منها 20% ايش صفى؟ يعني قيمة المبلغ اللي أنا أخذته 100 باوند صفى 60 باوند بالأخير، الحكومة أخذت 40، 20 وقت أجا و20 وقت صرفت، يعني 20% على الدخل و20% على المصروف تمام؟ أو إذا فكرت أنه أبعت لأهلي راح يجي ياخذوا 3% 4% اكسشينج وراح ياخذوا ماني ترانسفير وراح ياخذوا يعني المصاري بتنحلب حلب هنا ببريطانيا قبل ما تطلع، المصاري اللي بيعطوك اياها من هاي الايد راح ياخذوها من هاي الايد. هلا خلينا نساله اذا كان عند الذهب وبده يبيعه قديش راح يعطيني حقه؟ So this one, brother. So these ones my friend are 21 carat. Yeah, 21, yeah. It's 40 pound and 75 pence a gram. I'm going to calculate this. If you said to me, look, what is the value of my gold in this? So you have 22.8 grams. Price of 1 gram. Okay, so that means the value of your gold is 929 pounds. Okay, this one. But if you said to me, look, no, I want to give you this back. Obviously, we have to make a profit. What do you want to write the weight as the, what the girl's saying, 11.19 or something? Angie? What do you want to write the weight? 11.199, yeah. Just tell her, look, you just come in and pick and up. And then, what do you want to value? Value? Do 100 pound a gram? So, yeah. So 1,199. So this is what we will give you. 836,000. Yeah. Okay. This is now deducting everything. اوكي انا بدي تاكن فيري ماتش. مثل ما شفت يا صديقي قلت له بدي ابيع هالقطعتين ذهب، قام راح حسب لي سعرهم وبعدين خصم 10%، 10% خصم، هذا مبلغ كثير كبير، يعني اذا قطعتين ذهب هذول حقهم 900 او 1000 اللي طلعت تقريبا حقهم 920 خصم 92 باوند. شو هاد؟ شو هاد؟ على كل حال يا صديقي هذا نهاية الفيديو، أنا بصراحة ما عجبني لا المشترى ولا البيع هنا في بريطانيا. خبرني عن نفسك، هل أنت عجبك طريقة البيع والمشترى هنا في بريطانيا؟ وإذا ما عجبك من وين راح تشتري؟ أنا عن نفسي راح أشتري من تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.